أصبرين. إعداد وتقديم هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2016. مرحبا مستمعينا. هل أصاب الوهن أمريكا في مفاصل قوتها؟ وهل تخلت أمريكا عن صورتها الأسطورية؟ فبركة الممانعة ما بين المستفيد والخائف. عنوان حلقتنا لليوم: النظام وإيران في مأزق حلب. بمقالنا الأول اليوم، مقال الكاتب غازي دحمان بصحيفة الحياة بعنوان: أمريكا تستسلم لقوتها الناعمة. بيقول الكاتب: يرفض العالم الاعتراف بحقيقة أن أمريكا أصابها التعب في مفاصل قوتها، وبدأ الوهن واضحا على حركتها الثقيلة. في الأصل لا أحد يريد الاعتراف بأن أمريكا يمكن أن تتعب، أو أنها كيان يجري عليه ما يجري على بقية الكيانات من إرهاق وتراجع في القوة. ليس لأنها كيان أسطوري، وليس لأن مجاهيدها غير قابلة للنفاذ، بل لأن الجميع يرسم أمريكا على مسطرة رغباته، يريدها القوة الضابطة للمتغيرات والمحركة للتفاعلات. وربما لأن الجميع اعتاد العيش في هذا العالم تحت سقف قواعد اللعبة الأمريكية ولا يريد رؤية تغيرات لا يمكن تقدير تطوراتها ومصائرها. يعني هلا العالم بحالة صدمة من أمريكا، طول عمره تعود يعيش على اللعبة أو على الخطة الأمريكية اللي كانت دائما تخطط للعالم بكل مرحلة من مراحل التطورات، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو على كافة الأصعدة الأخرى. قلة من دول العالم أدركت أنه المسألة بطلت سياسية وبطلت عسكرية، وعرفوا أنه أمريكا حاليا في خضم الابتعاد وسياسة إدارة الظهر للجميع. وكأنه أمريكا هلأ عم تطلع وبتقلنا: أنا لم أعد الشرطي الدولي حاليا. ليش؟ هذا الأمر ما بيتعلق فقط بالرئاسة، ولا بيتعلق فقط برئيس الولايات المتحدة أو بالكونغرس أو بالمجالس المتحكمة بسدة الحكم الأمريكي أو بسدة حكم الولايات المتحدة. أول شيء إجا أوباما، إجا جورج بوش، من وزع الجيش الأمريكي على مختلف المناطق بأفغانستان، بالعراق، بعدة مناطق أخرى. إجا بعده أوباما اللي قال لك انه نحن لا نريد ان نفعل او ان نرتكب ما ارتكبه بوش، وهيك اللعبة. البعض الاخر يقول انه ليش ما نكون متعودين على امريكا؟ هيك بيجي الجمهوري بيعمل حروب بمختلف المناطق والديمقراطي بيرجع بيسحب الامور، بيخربوا الجمهوري مهمته التخريب والديمقراطي مهمته يصلح ويستعيد الامور ويستعيد التوازن، وكأن لعبة متداورة. الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط، هون ضربة المسمار الأولى. الانسحاب الأمريكي من مناطق الشرق الأوسط بذريعة التوجه صوب آسيا، كونه أكثر من شعار طبعا تطميني دائما كانت الإدارة الأمريكية بتطلقه للتغطية على التعب الأمريكي اللي هي موجودة فيه حاليا، هذا البعض يقول من المحللين. بس كيف وصلت أمريكا لهون؟ إذا بدنا نحسبها منطقيا وإذا ما بدنا نغالط على بعض، القوى الدولية نافست أمريكا وعم تدفع بأمريكا للهبوط لدرجة قوية جدا. صارت التنظيمات الصغيرة، ما مو الأصل التنظيمات الإرهابية، لا، التنظيمات التجارية. أمريكا دولة قائمة على الحروب وعلى التجارة أيضا، فازت بالحروب، فهذا هو أو هذا هو مصدر الرزق بالنسبة لهيك دولة عظمى. فالدول المنافسة أو التنظيمات المنافسة التجارية دفعت بأمريكا للهبوط لدرجة أو أكثر في سلم تراتبية القوى العالمية. وكأن الدور هلأ بطل لأمريكا، وكأنه إجت وروسيا عالمة بالأمر
انه الدور الان ليس لامريكا، فاستغلت الفرصة وقالت لك ليش ما تكون المرحلة مرحلتي. ما كان حدا بيعرف مرحلة مين راح تكون او بوسط او بوسط هذه التجاذبات السياسية والتجاذبات الدولية لمحرقة حاليا محرقة الشرق الاوسط اللي عم تتم. يا ترى مين اللي راح يتضمن هاي الحرب؟ روسيا، امريكا، فرنسا، دول اوروبية، دول عربية، مين بيعرف؟ لكن الشيء الأكيد أنه أمريكا لا تدخل حرب خاسرة، معروف. فقالت لك لا، منضل بعاد، لأنه مبين ومخطط أنه هاي الحرب طويلة ولن يخرج منها أحد رابحا، هيك قالت. بيقول الكاتب على هالسيرة أنه كيف وصلت أو وصلت أمريكا إلى هنا. بيقول لك أنه الهياكل التي تم الإعلان عنها وتطهيرها في العقد الأخير مثل بريكس وسواها لم تكن بدائل قوى حقيقية على مستوى العالم بمقدار ما كانت استعراضات سياسية، كما أن جزءا كبيرا من خيوط قوة الصين الاقتصادية تتم إدارته من واشنطن نفسها. يرجح كثير من المحللين أسباب هذا التراجع إلى انخراط أمريكا في حروب وصراعات غير متماثلة في السنوات الأخيرة أنتجت صدامات كثيرة لصانع سياسات مع أمريكا وخيبات على المستوى الشعبي. من جهة أخرى، لم تستطع العسكرتارية الأمريكية تكيف مع نمط الحروب الجديدة في العالم، بحيث حرمها ذلك من إنجاز انتصارات حقيقية في الوقت الذي رفع تكلفة مواجهتها إلى حدود عالية. يعني بعهد أوباما ما دخلت أمريكا بحرب، مثل ما قلنا أنه مصدر الرزق الوحيد للدول العظمى مثل أمريكا هو الحرب. منه بتروج لسلاح الجديد ضمن هاي الحرب، ومنه تحصل على اتفاقات مع البلد اللي احتلته المضيف، سواء فيما مثل العراق فيما يتعلق بالنفط، وفيما يتعلق بسياسة وجوده بالشرق الأوسط، وفيما يتعلق أيضا بسياسة أنه لن يتعرض لمصالحها في الشرق الأوسط، وبتصفي الدول واهنة. بيقولوا إذا القوي أو الشخص القوي ما لقى حدا يتحدى أو يعيش عليه، فأخر شيء رح يعيش على حاله، ورح شو؟ رح يموت، رح يتغذى على حاله آخر شيء. العضلة إذا ما لقيت مصدر غذاء بالآخر رح تتغذى على ما يوجد فيها، وهيك أمريكا رح تتغذى على حالها وعلى الأشياء اللي جمعتها طول هالسنين، وهي في خضم خسارة إذا لم تعوض. المهم بيقول الكاتب، كثيرا ما يحاول بعض التقديرات تصوير التراجع في الفعالية الأمريكية على أنه مرحلي ومرتبط بدرجة كبيرة بسياسات ورؤى باراك أوباما التي تفضل التعاطي مع القضايا بالصبر الدبلوماسي الذي ينتج التزاما مستداما من الأطراف الدولية المقابلة، وأن هذا الأمر سيتغير كثيرا مع وصول رئيس أمريكي جديد، بدليل أن قوة أمريكا وفعاليتها تأثرتا كثيرا أثناء فترة رئاسة جيمي كارتر، واستطاع الرئيس رونالد ريغان استعادة تلك الفعالية لدرجة وصلت إلى تحطيم الاتحاد السوفيتي السابق. لكن ثم تفارق بين تلك المرحلة والمرحلة الراهنة، ذلك أن القوى المنافسة كانت في طور تراجع، وكانت جبهة الخصوم محددة بطرف معلوم، ثم أن الأهم من ذلك أن إدراك واشنطن مصالحها في ذلك الوقت كان مرتبطا بدرجة كبيرة بتوسيع نفوذها العسكري، وأيضا تحديدا واستنادا تلك المصالح إلى نفوذ. باختصار، كانت أمريكا قوة إمبريالية اندفاعية، في حين أن أمريكا اليوم قوة حذرة مترددة، ويمكن هذا الشيء اللي بيحدد تفضيل السياسات الناعمة. بمقالنا الثاني بحلقة اليوم، مقال الكاتب سلامة كيلا بصحيفة العربي الجديد بعنوان فبركة صور حلب. طبعا مستمعينا، مثل ما عودناكم كل يوم راح نستضيف كاتب ليعلق على مقاله. بدي رحب فيك أستاذ سلامة كيلة، أهلا وسهلا فيك براديو أوريانت. أهلا
اهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا. استاذ سلام، بمقالك بعنوان فبركة صور حلب بتقول بهذا المقال: بعد 3 سنوات من تجاوز الحديث عن ان ما يجري في سوريا ويعرض على الفضائيات المغرضة صور مفبركة، عاد الأمر نفسه، وهذه المرة في مصر خصوصا، حيث تكلم أكثر من ممثل وإعلامي وفنان وصحفي أن ما يعرض في أو من صور حول القتل والتدمير في حلب هي فبركات، وظهر أن خلف ذلك نشاطا من النظام للتغطية على ما يجري في حلب، بمعنى أن هناك من وجه لتكرار ذلك بعد أن ظهرت وحشية النظام. في المراحل الأولى من الثورة اهتم النظام جديا من جهة بفبركة فيديوهات تشير إلى وحشية الثورة، وتظهر طائفية المشاركين فيها وتعممت على يوتيوب فيديوهات عن عمليات ذبح يقوم بها الإرهابيون، تبين أن مصدرها تونس، خرج منها كذلك ادعاء جهاد النكاح، وجرى تصدير الجهاديين من أطراف معلومة التي ظهرت مركزا إعلاميا مهما لتشويه الثورة. برأيك أستاذ سلامة، هل النظام الآن في مرحلة تغطية وحشيته؟ يعني قديما كان يشوه الثورة، وكما أسلفت في مقالك هناك فيديوهات عديدة تشير إلى محاولة النظام إظهار وحشية الثورة عبر تصوير إرهابيين يقتلون ومنظر الرؤوس بوصفهم معارضة، طبعا كان يوصفهم بأنهم معارضة. لماذا تخلى النظام عن هذه الطريقة وأصبح يشوه أو يغطي على صورته الآن؟ طبعا واضح هذا، يعني النظام أصبح في وضع حرج خصوصا بعد ما قام به في حلب، ويبدو أنه كان يريد توسيع هذه الحالة لإنهاء الثورة من جديد. بالتالي كان يحتاج إلى استعادة ما كان بدأ فيه كلامه عن الثورة وعن الإرهاب الذي يجري في المراحل التي لم يكن أصلا هناك سلاح، وهذا ما كان اعترف فيه النظام، رئيس النظام بشار الأسد، بعد سنة من الثورة أن في الأشهر 6 الأولى لم يكن هناك لا سلاح ولا مسلحين. في هذه الفترة نشرت فيديوهات والخطاب الإعلامي تناول الواقع وكأن هناك إرهاب يقتل ويذبح، طبعا كان بذلك حينها يريد التغطية على الوحشية التي يمارسها، على العنف الذي يمارسه، لأنه هو الذي بدأ القتل، هو الذي بدأ مواجهة الشعب بالسلاح. وبالتالي أراد أن يوهم العالم أن هذا الرد هو نتاج وجود واقعي لإرهاب بين كل شيء. يعني انتهت هذه المرحلة بعد ما الصراع توضح والأمور أصبحت صراع مسلح مكشوف. الآن يبدو أنه أمام أزمة حلب، خصوصا أمام الوحشية التي ظهرت في مرحلة ما أسمي الهدنة، يبدو كأنه كان يحتاج من جديد لفبركة صور ولكلام عن فبركة، والعودة لنفس النغمة القديمة، استعادة الخطاب القديم للتغطية على ما يجري. ماذا عن هؤلاء الممانعين؟ لماذا ظهروا الآن؟ يعني فيما مضى لم نكن نشاهد، حين يتبع النظام هذا الأسلوب، لم نكن نشاهد إعلاميين مصريين بهذا الشكل. هذا هو الغريب، يعني أنه الآن انتقل إلى مصر. يعني طبعا هناك في تونس من يتكلم عن ذلك، ولكن برز في الفترة الأخيرة أن النظام ركز على مصر وركز على تحريض وتحريك الإعلاميين وبعض الممثلين في مصر، ربما لأن تأثير مصر أقوى في هذه اللحظة، يعني هذا ما أعتقده، رغم أن الردود الفعل المصرية الشعبية ومن العديد من النخب المثقفين كانت واضح قوية ضد هذا الاتجاه، واضطرت القناة التي يذيع منها أحمد آدم أن تعتذر وأن يطلب منه أن يعتذر أيضا. يعني هي في نحن في خضم حرب إعلامية مع النظام. هل يعلم النظام أو يدرك بأن حرب الإعلامية لن تأتي بأي غرض وهي مكشوفة للجميع، أم لازال يلعب على هذا أو على هذه الوتيرة مصدقا؟ نعم، هو لازال يلعب على هذه الوتيرة، لأنه للأسف في الفترات الماضية نجح النظام في ذلك نتيجة ضعف إعلام المعارضة ونتيجة تواطؤ كثير من القنوات الفضائية معه، وبالتالي كان واضحا أن خطاب النظام يربك قطاع من الشعب
البلدان العربية يربط قطاع من اليسار والقوى التي يجب أن تكون مع الثورة السورية. هذا ما ربما ما جعله يعود إلى ذلك بعد أن بدا واضحا أن الأمور انكشفت. يريد أن يستعيد هذا الموضوع. طبعا للأسف الردود الإعلامية ضعيفة من قبل المعارضة، وهذا ما كان يشجع النظام على العودة إلى نفس النغمة كما أعتقد. يعني أسلفت أو أشرت بمقالك أنه بشار الأسد فضح الأمر بالخطأ حين قال في خطابه في مجلس الشعب أنه في الأشهر الستة لم يكن هناك سلاح ولا مسلحون، وأكد نائبه فاروق الشرع ذلك بعد ستة أشهر وعزل حينها ليتبخر كل حديث عن إرهاب أو مسلحين أو قتل يمارس من الثورة. يعني من المعلوم أنه النظام الآن كشف، يعني لم يحتاج إلى هذا الوقت الطويل، مجازره تثبت عليه، لكن بالانتقال إلى هؤلاء الإعلاميين، يعني أنت إلك بالمجال أستاذ سلامي كيلي، برأيك ما هو الثمن؟ يعني شو هو الثمن اللي قبضوا الناس؟ بيقولوا مثلا مصاري مثلا أو أموال أو ماذا؟ أهلا، هناك أكيد تواصل، وفي نخب للأسف عربية تتواصل مع النظام وتقبض من النظام، لكن أيضا هناك إشكال حقيقي، وهذا ما حين أشرت على رد فعل المعارضة لم تتناوله، لأن هناك تداخل وتعقد في الوضع السوري ولعب على الصعيد العربي حول في مسألة الإرهاب، يجعل قطاع من حتى النخب والمثقفين ويرتبك أمام الصورة التي يشهدها الواقع السوري، لهذا هو يصدق هذا الخطاب لأنه أصلا مرتبك، لأنه يرى أصولية، لأنه يلمس يعني يعيش حالة الخوف من هذه الأصولية، وبالتالي يأتي النظام لكي يقدم صورة تقنع هؤلاء الأشخاص. ما الذي ساعده في احتكار؟ التي نستطيع نحن أن نرد عليها جيدا مع الأسف، وهذا ربما ما دفعني لكتابة المقال. ما الذي ساعد النظام في احتكار هذه الصورة، احتكار صورة أنه محارب للإرهاب؟ يعني هو عديد من الأطراف، يعني أولا القوى التي مع النظام التي تنطلق مسبقا من أنه نظام ممانع ومقاوم ومعادي للإمبريالية، وبالتالي الإرهاب هو صناعة إمبريالية، وبالتالي هو يواجه الإرهاب لأن هذه مؤامرة عليه، ولكن أيضا لأن هذه الفكرة العامة هي أيضا جزء من منظور قطاع من اليسار والنخب التي رسمت تصوراتها في الماضي على أساس صراع أمريكا ضد أمريكا، وأن أمريكا هي التي تقوم بالمؤامرات وأنها هي التي تواجه الشعوب وحدها وكأنها هي الوحيد الذي يفعل ذلك. طبعا أمريكا تفعل ذلك وهي جزء من اللعب للسيطرة على العالم، كانت وتسعى الآن بأشكال أخرى للنتيجة ذاتها، ولكن الأمر يجب أن يناقش في ظل الصراع الحقيقي على الأرض، هل النظام السوري كان معاديا لأمريكا؟ هل واقع النظام السوري وبنيته كانت تجعله في صف معادي لأمريكا؟ هذا كله، هذا هو الهراء اللي كان اليسار بتحدث فيه. النظام السوري كان قد تحول إلى ملحق وحاول أن يقيم علاقة وأن يلتحق بالركب الأمريكي، لكن صراعات إقليمية ودولية خلت هناك قدر من الإشكالات، ولكن النظام يعني كان يطمح جديا إلى ذلك، وهو لا زال يطمح أيضا. يعني هو لم يلتحق بالركب الأمريكي إلى الآن، لكن أمريكا، هل باعتقادك أمريكا تسانده عبر سياسة إدارة الظهر لأنه نظام خدمي ربما أو يفيد أكثر مما يضر لها؟ نعم، يعني هو أصلا مش يلتحق أو لم يلتحق، هو بنى نمط اقتصادي تابع في إطار النمط الرأسمالي، أصبح جزء من التكوين الرأسمالي التابع في ما في، بالتالي بالضرورة ستكون سياساته هي جزء من هذا النظام، وبالتالي كان يرى أن أمريكا هي القوة الأساسية المهيمنة، وبالتالي يجب أن تتطور العلاقة معها. هذا المنظور الأساسي الذي كان يعمل به النظام، ولا زال الآن أيضا يعمل به رغم تراجع أمريكا ورغم وجود روسيا ودورها ومحاولة الهيمنة، وبالتالي أصبح الآن ملحق وتابع ومسيطر عليه من روسيا. النظام وقع في مأزق حلب، ماذا عن الإيرانيين برأيك أستاذ سلامة؟
الإيرانيين يحاولون إبقاء النظام بكل الأشكال، لأنهم يعرفون أن سقوط النظام أو تغيير النظام أو حتى الحل السياسي في سوريا. ماذا عن المأزق الذي وقعوا فيه هم حين يعني هناك أكثر من 200 ضابط إيراني من القوات، نصفهم من القوات النظامية الإيرانية قتلوا في خان طومان؟ يعني هذا يعني أكيد الصراع يعني كيف سيفلتون من هذا المأزق؟ نعم، الخطر أنه يعني ممكن أن يفلتوا بتدخل روسي. يعني المشكلة الوضع معقد ووضع صعب، وباعتقادي يجب أن ندرس الواقع جيدا، ونحن نلمس الآن الصراع في الغوطة الشرقية والتناحر بين القوى التي هي أصولية فيما بينها والتي تدعي أنها مع الثورة، وبالتالي تتقاتل والنظام يتقدم. مشكلتنا أن واقع الثورة، واقع الكتائب المسلحة مفكك إلى حد كبير. القوى الأصولية لها مطامحها الخاصة، وليس إسقاط النظام هو الأساسي فيها، وهذا ما يدخلنا في صراعات تضعف القوى وتسمح لإيران وقوى إيران وروسيا وكل أن تضعفنا وأن تسيطر. الآن يمكن أن نحقق بعض التقدم حينما نخوض صراع جدي، هذا ما حدث بالسنة الماضية مع جيش الفتح، ويمكن أن يحدث، ولكن نحن بحاجة لترتيب واقع الكتائب المسلحة. يجب إبعاد القوى الأصولية اللي تسمى الجهادية، لأنها تخرب رغم كل الكلام عن دورها في الثورة، ربما تساعد جزئيا ولكنها تلعب دور سلبي جدا. وهذا كله يفرض علينا إعادة بناء التصور حول واقع الصراع مع النظام بشكل جديد. يعني أنا أعتقد هذا هو الضروري والمطلوب الآن. بدي أتشكرك الأستاذ والكاتب سلام كيلة، كاتب بصحيفة العربي الجديد وبعدة صحف عربية. بدي أتشكرك، أنت معنا بحلقتنا اليوم، شكرا كثير. طبعا مستمعينا، لهم نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. حكينا اليوم بعدة فقرات، هل أصاب الوهن أمريكا في مفاصل قوتها، وهل تخلت عن صورتها الأسطورية فبركت الممانعة ما بين المستفيد والخائف. عنوان حلقتنا كان لليوم النظام وإيران في مأزق حلب. للاستماع لحلقتنا فيكن تتابعوا صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. كنا معكم بالهندسة الإذاعية مشهور الحنيطي، بالإعداد والتقديم هادي أحمد. إلى اللقاء. ولك أنا ما قلت لكم مليون مرة اقروا وما تحلقوا، نحن ما دخلنا لك اسكت.